2015. معنا الأستاذ أيمن عقيل المنسق المحلي للجنة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات. أهلا بك سيد أيمن. وطبعا هنا اللجنة العليا للانتخابات قررت أنها تقبل طلبات المنظمات المقدمة لمراقبة الانتخابات، وعددها 81 منظمة مجتمع مدني وجمعية محلية لمتابعة مجلس النواب المقبل. كيف ترى هذا الأمر بالنسبة للمنظمات التي سوف تراقب الانتخابات؟ هو طبعا امر جيد، ولما يصل عدد المنظمات اللي تتابع الانتخابات البرلمانيه في مصر الى هذا الرقم فده شيء محمود. نعم. احنا كنا بنتمنى على اللجنه من زمان ان هي تفتح الباب للمنظمات التي ترغب في متابعه الانتخابات. نعم. وان كانت اللجنه طبعا لديها شروط، سواء كانت المنظمات المحليه او في المنظمات الدوليه اللي لديها الرغبه في متابعة الانتخابات البرلمانية، فمن توافرت فيه الشروط تم قبول. ايه اهم الشروط يا استاذ ايمن التي تم موضوعها؟ يعني طبعا بالنسبة للمنظمات المحلية كان لازم اهم شيء قيد الاشهار، قرار الاشهار يعني، وشهادة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد ان هذه المنظمة ما زال تعمل ولديها أنشطة وتعمل فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان. ويعني في الواقع الفترة الأخيرة كانت الوزارة متعاونة في دوت، وكانت المفروض إن الشهادة تطلع في 48 ساعة، لكن كانوا ساعات بيطلعوها على طول والمفوض بتاع المنظمة موجود وواقف. طبعا يكون ما صدرش أي أحكام أو أحد من أعضائها اللي هم قائمين عليها من مجلس الاداره او مجلس الامناء لو كانت مؤسسه اهليه. لكن كمان طبعا لازم يكون الشرط المهم انها يعني تتميز بالحيده والنزاهه في نفس الوقت. طبعا ده شرط مفترض في كل المؤسسات التي ترغب في متابعه الانتخابات. ولكن يعني انت سبقتني بالسؤال ان شرط الحيده والنزاهه او الحياديه مع شرط ان يكون هذه المؤسسات والجمعيات هي على ارض الواقع فعلا لديها متابعين وبيشتغلوا، ده اللي احنا كنا بنتمنى من اللجنه العليا للانتخابات ان يكون في اداه ووسيله للرقابه عليها. ليه؟ لان احنا شاهدنا في انتخابات كثيره عديده اللجنه تقول لك احنا اصدرنا 80,000 تصريح. 80,000، احنا شفنا في الشارع 80,000 متابع؟ ما شفناش 80,000 متابع. وبالتالي كان في جمعيات ومؤسسات بتطلب عدد وارقام من التصاريح، لكن على ارض الواقع المتابعين دول مش موجودين، فدول ارقام وبس. طب هي ليه بتطلب الارقام ليه بتطلب الارقام الكثيره يعني مع ان ما عندهاش متابعين بحجم هذه الارقام؟ هل هو مثلا محاوله شو اعلامي ان هذه المنظمات لديها متابعين فقط لا غير؟ بالضبط. في اكثر من عامل لده، من خلال عملنا مع الجمعيات والمؤسسات ان هو في النهايه عايز يقول انا تابعت الانتخابات، بس لما انا تابعت الانتخابات ومعايا 100 متابع غير لما اقول انا تابعت ومعايا 1000 متابع و2000 متابع و3000 متابع. وبالتالي هنا دي ممكن تؤثر بالسلب على العمليه الانتخابيه. نمره اثنين، ان في حالات كثيره واحنا شايفين ده موجود ما فيش تمويل لمتابعه الانتخابات، وفي نفس الوقت لما تيجي تقول انا معايا 15,000 متابع هينزلوا يتابعوا الانتخابات متطوعين، معنى كده انت عندك تمويل كتير او فلوس تغطي هؤلاء المتابعين يعني وسفرهم يعني وتنقلاتهم. بالظبط، يعني في منطق في العمليه. نمره اثنين، الحياديه اللي احنا بنتكلم عنها انا شايف من وجهه نظري، والناس بتزعل مني لما بقول كده، ان ده امر داخلي في نفس كل واحد ولا يمكن التاكد والتحقق منه. يعني الضمير نفسه، الضمير المهني. بالظبط. يعني انا حتى في التدريبات اللي بنعملها للزملاء لما بقول كده بيزعلوا، قلت لهم لا احنا خلينا واقعيين. حضرتك لو مؤيد لمرشح معين او لحزب معين، نفترض واحد قريبك او حزب تنتمي ليه، واكتشفت ان هذا الحزب الذي تنتمي ليه بيرتكب مخالفه او بيرتكب خطا يستوجب انك انت تسجله عندك وانك انت تبلغ بيه اللجنه، وده ممكن يترتب عليه ان احنا نصب المرشح. صحيح. هتعمل ده؟ ففي ناس كانت صريحه مع نفسها وقالت لا مش هنعمل ده، قلت لهم ما هو ده ضد الحياديه. وفي ناس قالت هنعمل يعني هو المفروض ان في اللحظه دي يتقدم باعتذار لاستشعار الحرج ان هذا المرشح يقترب يعني قريب له. بالظبط. واحنا بقى بنيجي بنقدم للمتابعين بتوعنا ورقه اسمها ورقه الحياديه، استماره الحياديه، بيوقع عليها. قلت لهم ده كلام فارغ وده حبر على ورق احنا بنعمله بس عشان احنا كمان نقول احنا عملنا الشكل القانوني بتاعنا، لكن انت هتمضي استماره حياديه وانك انت غير منتمي لاحزاب سياسيه، انا اعرف منين ان كنت انت منتمي ولا مش منتمي؟ صحيح. اعرف منين انك انت محايد ولا مش محايد؟ ده احنا لما جينا عملنا في مره تجربه
والناس اتريقت علينا، وده كان في 2007، قلنا مراقبه المراقبين. ده رائع، يبقى في مشرف او مراقب حتى يكون بشكل متخفي او خفي كده. يعني بالظبط، احنا كنا بنعاني الفترات السابقه ان الناس اللي بتنزل تتابع الانتخابات هي بتنزل لديها هدف رئيسي واولي، وهو ان هو بياخد بدل الانتقال وبدل الاعاشه عن اليوم الانتخابي، سواء بقى في منظمات بتدفع 100، في منظمات بتدفع 500، كل واحد حسب تمويله وحسب الجهه بتاعته. فكانت للاسف بعض الاستمارات اللي احنا بنشوفها واضح جدا التعارض في الاجابه على الاسئله، واضح جدا ان هي يعني العرق حتى بتاع الحر ما جاش ناحيه الاستماره. صحيح. ان الناس دي عامله الاستمارات في بيوتها او عاملاها على القهوه، لان هو انا بعد على الاستمارات. فلذلك عملنا احنا رقابه المراقبين في 2007، الناس اترقت علينا. جينا عملنا احنا دلوقتي الرقابه الداخليه اللي هي بناء عليها انت بتاخد كل الداتا وكل الارقام وتحصل متابعه من الصبح، ومتابعه من مسؤول الدايره مع المنسقين مع المتابعين. وبالفعل لو رجعت لتقاريرنا احنا كتحالف فتلاقينا مستبعدين، يعني بنكتب كده في التقرير تم استبعاد عدد كذا كذا كذا، لان احنا شاكين في الاستمارات دي ليس لديها مصداقيه، او الاستمارات دي لم يتم الاجابه على اكثر من 50% من الاسئله بتاعتها. ده مهم، يعني بنتمنى ان يبقى في نوع من التضافر في الجهود ما بين منظمات المجتمع المدني اللي هي لديها الرغبه ان هي تتابع فعلا الانتخابات بجديه ونزاهه وحياديه، لان احنا دلوقتي شهداء على مرحله بتمر بيها ده مصر. ده مهم جدا طبعا عارف. ويكون الضمير مهم في الفتره القادمه لمراقبه الانتخابات. اشكرك جدا الاستاذ ايمن عقيل المنسق المحلي للجنه الدوليه المشتركه لمتابعه الانتخابات. اعزائي المشاهدين، هناك تغطيه اخباريه متواصله معكم.